هعمل لكم عيش بوري. عيش بوري سهل جدا ولذيذ كده ومقرمش وبيدع كتير جدا بيحبوه. اللي هو بيتعمل من ايه؟ اعمل كوبايتين دقيق عليهم معلقتين زيت عليهم رشه ملح ورشه سكر وميه للعجن فقط لا غير. وعارفاكرين زمان كان الراجل بيبقى بكيس كده كبير قوي وماشي بيه في الاشارات بتاعت وسط البلد، كنا لازم نجيب منه من وسط البلد، ده لازم يعني ده قانون. نلف بقى ايه الخلطه دي كده خلاص. يبقى كده كوبايتين دقيق يا ملك ومعلقتين زيت، معانا الحشوه جاهزه، معانا الجبن، كل حاجه معانا اهي. عايزه صغنن قوي، انا بسيب العجينه ترتاح بس كده، مش بسيبها تخمر ولا حاجه، بس بسيبها ايه ترتاح، لان انا بصوا بقى بفرد ده قوي كده، وبعدين بيبقى جميل يعني ما شاء الله، وبيرمي كميه كبيره وبينفش بقى حلو، بيدي احجام يعني. وبرده ما تضغطيش عليه، حسيتي ان هو عايز يستريح زي ما انا عملت كده، ابداي افردي افردي كله وراجعي على التاني تاني، ارجعي من اول واحده كمان وابداي افردي فيها. تمام كده، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، نجرب التجربه الاولى. بسم الله، عشان ده بقى طبعا من درجة الزيت بنعرف بقى هو محتاج زيت يبرد تاني ولا كويس حسب شغل الايه العيش اللي عندنا اخباره ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان زي ما قلتلك مش عايز مقدوح ولا عايز بارد. لو شفتوا سهلة سريعة ولا اي حاجة، كلتيها سادة كلتيها مع الجبنة، حلوة جدا وبسيطة طبعا. تمام اهو، هطلع بقى ايه، خليه كمان كده، خليه كمان اهو.